بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 23 مع هذه الرحلة المباركة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وكتاب حدائق الأنوار ومطالع الأسرار، والذي هو بحق اسم على مسمى لحسن صنيعي مؤلفه رحمة الله تعالى عليه، وأيضا حسن خدمة الكتاب من المؤلف الفاضل الأستاذ محمد غسان نصوح. وما زلنا مع الباب السادس، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، في معجزاته صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المؤلف من أنواعها، ووصلنا إلى النوع الثامن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وأما النوع الثامن وهو صلاح ما كان فاسدا بلمسه صلى الله عليه وسلم، فمنه ما روى البخاري في صحيحه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيء السير، فلما رجع قال: وجدناه بحرا. وجدنا الفرس إيه؟ بحرا، بعد أن كان بطيء السير وجدناه بحرا، وهذا كناية عن إيه؟ وسع سيره وسرعته، فكأنه كالبحر. فكان بعد ذلك هذا الفرس ببركته صلى الله عليه وسلم لا يجاريه فرس. يا سلام. وفي الصحيحين صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نخس جملا لجابر. نخس يعني بيبقى إيه؟ كأن الواحد ما يعمل الغنز بيبقى بالصباع، والنخس هيبقى بعود او بعصاية صغيرة معاك تدفع في ايه، في صدر الانسان او في جنبه، نخسه كده يبقى ايه، ده معنى الايه، معنى النخس بحاجة ايه مدببة ذا الطرف يعني، انما الصباع يبقى غمز، وبعصاية او بعود مثلا او كده يبقى ايه، يبقى نخسه. أنه صلى الله عليه وسلم نخس جملا لجابر، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قد أعيا فنشط. قد أعيا يعني إيه؟ تعب الجمل، تعب من السير في المسيرة اللي كانوا فيها، فنشط حتى كان ما يملك زمامه من قوته من شدته، يبقى اللي راكب عليه لا يملك زمامه، يعني غير قادر على أنه يسيطر على 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 سرعته وقوته من شدة ايه، من شدة جريه. يا سلام. وكانت في دار سيدنا انس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعنا به بئر ملحة، يعني ماءها ايه، ماءها مالح، فبزق صلى الله عليه وسلم فيها، فلم يكن في المدينة أعذب منها ببركة ريقه صلى الله عليه وسلم. يا سلام. وهذا الحديث ذكره في الشفاء. ومج في دلو من بئر ثم أعاده إليها، فكانت أبدا يفوح منها رائحة المسك. وهذا الحديث كما يذكر المحقق أخرجه ابن ماجه عن سيدنا وائل الحضرمي رضي الله تعالى عنه. الله. أنا عاوز بس أقول حاجة هنا كده لطيفة من اللطائف، يعني إذا كانت الصوامت تنقلب أعيانها من حال الفساد إلى حال الصلاح ببركته صلى الله عليه وسلم، هنا انقلب حاله الجمل الحصان اللي كان بطيء، والجمل اللي كان معيا، والبئر المالحة، والبئر اللي بقت ذات رائحة، ده كأنها أعينها تحولت،
هذه الصلاة من باب سيدنا رسول الله. فما بالكم بالنواطق، السادة الصحابة، سيدنا النبي عمل فيهم ايه؟ الله، عشان الناس اللي بيتكلموا في حق الصحابة، السادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومش متخيفاك مين الصحابة دول زينا كده زيهم. ها ده يا عم، ده شوف سيدنا النبي كان أصره على الحيوان الصامت والماء الجمادات، كان تأثيره عليها إيه؟ فما بالك بقى تأثيره على ذوات العقول. ها عمل فيهم إيه سيدنا النبي؟ وقاهم إزاي؟ وبقوا يعني طور من البشر لا تدركه العقول بالفعل والله إلا أهل الأدب. يا سلام، ولهذا لهم هذه المنزلة الجليلة من الإسلام ببركة صحبتهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخس جمل حوله من تعبان وضعيف ومش قادر يمشي إلى إنه لا يملك زمامه. طب واللي قاعد وصاحبه؟ يا بني آدم اللي بتتكلم في عائف الصحاب، طب واللي قاعد وصاحبه صلى الله عليه وسلم الأيام الطوال والأشهر والأسابيع والسنوات؟ جلف هو يعني، ما اتحركش، ما اتطورش، ما أثرتش فيه رؤية سيدنا رسول الله، ما أثرتش فيه أنفاس سيدنا رسول الله، ما قلبتوش ها من أدنى مراتب الإنسانية لأعلى مراتب الإنسانية، وجايين بعد كده تتكلموا فيهم؟ والله من يتكلم في الصحابة؟ ها الله، إنما يريد أن ينتقص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انتقاصه ليهم، لا، ده انتقاصه ليه هو، ده يبقى انتقاص فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنك بتنتقص تربيته وبتنتقص تأثيره في الخلق. وكأنك بتقوله زي ما بنيجي الواحد الواحد الوحش، الولد الوحش، نقول له نعيب، نعيب فيه ولا بنعيب في تربية أبوه؟ نقول له يا ابني روح يا ابني ربنا يسهل لك، أبوك ما ربكش. والواحد الحلو والكويس تقول له يا سلام، سلمنا يا ابني على أبوك وأمك اللي أحسنوا تربيتك. أو لما يجي واحد حافظ قرآن قرآن حلو كده وجوده حلو وأتقانه، نقول له إيه؟ مين يا ابني اللي علمك؟ ربنا يجزي معلمك خير اللي علمك وخلاك بكده. فخدوا بالكم، الذي يريد أن ينتقص من الصحابة ده كأنه ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتقص من تربيته من تربيته لهم، وينتقص من تأثيره فيهم. وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون تربيته ناقصة، وأن يكون أثره غير تام في صحبه. ادي فايدة المعجزات دي. تتأمل، شوف كيف استجابت الصوامت له صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بخير القرون الذين بعث فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من النقيصة فيهم، واحذروا من منتقصيهم، فإن بيننا وبينهم موقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، نحجهم في صحابة سيدنا رسول الله. وكاتب سلمان الفارسي مواليه، هو ضابطها المحقق هنا يعني كأنه الموالي هم اللي كتبوا، يعني حمل الموالي على هم الفاعلين، لأنه هو أصحاب القرار في الأول يعني. بس هي المكاتبة تقتضي طرفين، فيجوز إن إحنا يعني نقراها على الوجهين، يا جايز إن أنت تقرا سلمان على إنه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، تقراه على إنه هنا فاعل، لأن كاتب صيغة فاعل مفاعلة يعني فيها طرفين، زي قاتل يبقى في اتنين بيقاتلوا بعض، فكاتب في اتنين كاتبوا بعض، فعقد ما بين طرفين. فهو يجوز على اي حال في قرايتها ان احنا نقراها كما ضبطها المحقق الكريم، على اساس ان هم اللي ايه ان هم اللي كتبوه اصحاب القرار، اللي هم اصحاب القن يعني اصحاب العبد يعني. ويجوز التانية لانه اصل الفعل المكاتبة، ما نيجي نقول قاتل فلان فلانا، أو كتب فلان فلانا.
وكاتب سلمان الفارسي مواليه على 300 ودية. الودية اللي هي ايه؟ النخلة الصغيرة لسه الايه اللي لسه يا دوبك ايه بنحطها ايه نزرعها يعني، اي ولد من اولاد النخل على 300 ايه ودية يزرعها لهم وايه وتنبت يغرسها لهم كلها حتى تعلق وتثمر. يعني كمان حتى تعلق يعني ايه تهبل بالتمر وتثمر يظهر ثمرها. وعلى 40 أوقية، أوقية من ايه من ذهب، كل أوقية 40 درهم. فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده فعلقت كلها وأثمرت لعامها. خد بالك ده أثمرت كمان من عام واحد، بينما هي في العادة بتاخذ عدة إيه عدة سنوات. وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه، فوزن منها لمواليه 40 أوقية كاملين من البيضة دي ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي له مثل ما أعطاهم 40 أوقية كمان. يا سلام، هذا كله ببركته صلى الله عليه وسلم. السياق ده كده مذكور في الشفاء والحديث، ما هو في دواوين، في دواوين السنة أيضا، ممكن في الستة وغيرها. قصة سيدنا سلمان دي موجودة بسياقات أخرى. فائدة الأوقية 40 درهما، والدرهم قفلة، وقد بيضات الدجاج لا يكاد يبلغ 80 درهم، وقد وزن منها 40 أوقية، وهي مثلها عن 80 أوقية، كل أوقية 40 قفلة، فذلك عن 200 قفلة و3000 إيه قفلة. القفلة ده وزن بقى عنده، انما خلينا احنا في الدرهم لان هو معروف وزن الدرهم كام جرام. فاذا حبينا نحسب بالدنانير القيمه دي بالدراهم، هو الدرهم الفضه ب2 علامه عشريه 9 7 5 جرام، يعني 3 جرام الا 25 من 1000، يعني 2 علامة عشرية 9 7 5 من الجرامات، هنضربهم في 40 تديني الأوقية، وهم كانوا متفقين معايا على 40 أوقية كمان، يبقى 40 في 40 في وزن الدرهم اللي هو 2 علامة عشرية 9 7 5، أربعة كيلو فضة وسبعمية و 760 جرام. ماشي يا أحباب، يعني كأنها 4760 جرام، يعني 4 كيلو فضة و760 جرام. ده إجمالي إيه اللي طلع من بيضة الإيه من بيضة الذهب. بس خدوا بالكم هما بيتكلموا على ده كده إيه 4 كيلو ذهب و760 جرام، اللي هم دول إيه، وعلى 40 أوقية من ذهب، كل أوقية 40 درهما. يعني كل يعني ايه معنى كل اوقية؟ ان وزن الاوقية بنحسبها، الاوقية دي وزنها بيوزنوها على الميزان بالايه بالدرهم. خد بالك اصل وزن الدرهم في وزن الدينار، فهو هنا الاوقية ميزانها ايه؟ ميزانها بالدرهم 40 درهم. معنى كده ايه؟ يعني الاوقية دي على الميزان 40 في 2 علامة عشرية 9 5 في 2 9 9 7 5، يعني الأوقية 120 جرام، 119 جرام بالظبط. فكل أوقية
هياخدوها منه ذهب، هياخدوا منه 40 أوقية في 120 جرام أو في 119 جرام بالظبط، ف40 ده أوقية هتعمل 4 كيلو و670 جرام. فيبقى كده الفايدة دي ايه، سجلوها واكتبوها عشان التحويلات دي ايه بتعمل مشكلة. فنرجع نقول اهو، الدرهم 2 × 10 = 9.75، الأوقية هتبقى كده 119 جرام بالظبط، الـ40 أوقية هيعملوا 4700، ده كده جرام، يعملوا 4670 جرام ذهبا. فمبلغ كبير الحقيقة، ضخم، انه يطلع من بيضة. البيضة دي يعني هتعمل لها كام جرام من الذهب؟ كانت جت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضة ودجاج ذهب، يعني ايه ذهب خام مش مسكوك على انه دنانير، فوزن منها ليهم ايه الـ4 كيلو دول. فالبيضة مهما تكون يعني هتبقى البيضة دي يعني. فصلى الله وسلم وبارك عليه الذي نعيش على بركته وعلى أنفاسه الشريفة إلى يومنا هذا والله. ولولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وحنا ولا جينا. طيب بالمرة بقى خدوا، هو الدرهم الدينار كام عشان الناس تبقى عارفة؟ فالدينار 4 جرام وربع، الدينار 4 جرام وربع، وده اللي بنحسب عليه ذهبا. الدينار ذهب والدرهم فضة، فالدينار من الذهب 4 جرام وربع، كان وزنه كده عندهم زمان، وده ثابت تاريخيا وفي دراسات وابحاث في الكلام ده ولا نصيب بيها. والدرهم متوسط وزنه زي ما قلنا 2 جرام علامة 10 9.75، يعني مش محصل 3 جرام. ماشي يا احباب، في كتب مؤلفة يعني في الموضوع، منها كتاب مولانا الإمام المكاييل والمقاييس والموازين الشرعية مولانا الإمام علي جمعة، حلو قوي، هتلاقوه موجود ومتوفر، وفي جدول انت كنت ماشي على الصفحة الكتاب، في جدول في اخره بخلاصة هذه المقاييس والمكاييل والمقادير الشرعية. وكان الكتاب اعتمده مجمع البحوث الإسلامية ان هو ده الراجح في هذه المكاييل والموازين، بعد الجهد الكبير اللي مولانا الإمام بذل في هذا البحث، نظرا لوجود بعض الخلافات في هذه المقادير الايه الموجودة القديمة. فالكتاب مهم قوي، والجدول مهم قوي انه يبقى مع طلبة العلم، لانه بيساعد لما تيجي تقرأ في الكتب القديمة مثل هذه المقادير، كل تاني بقد ايه درهم قد ايه، والمسافة في المسافات مرحلة يعني قد ايه، وهكذا. عندنا ايه مقادير، المقادير بتشمل الشرعية، بتشمل الكيل صاع مثلا ومد، تشمل الوزن زي الدرهم والدينار، وبتشمل المسافات زي الايه المرحلة والايه اربع ايه والبريد والبولت او جمع بريد ونحو ذلك. وكل ده موجود في الكتاب، وتم تحويله الى المقاييس الايه المعاصرة، ومعمول له جدول في الاخر جميل قوي وحلو قوي، لابد ان يكون تحت ايد اي طالب علم علشان يستفيد به وهو بيقرا في الكتب ايه كتب التواصل والفقه. طيب نعود الى كلامه، وانكسر سيف سيدنا عكاشة ابن محصن يوم بدر، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عودا من حطب، عود حطب، فعاد في يده سيفا صارما، الصارم يعني الذي القوي الشديد الذي لا يفل ويقطع، يشهد به المواقف، وكان هذا السيف يسمى العون، يعني انه بمعنى ايه نعم المعين والمستعان. فاشوف العون اعانه سيدنا صلى الله عليه وسلم بهذا العود، فايه فتحول ده من قلب، خد بالكم ده مش بس في اصلاح الفاسد، ده في قلب الاعيان كمان، يعني ده المفروض نوع يتحط مفرد في قلب الاعيان. قلب الاعيان يعني ايه؟ العين بقت عين تانية،
عين الشيء صارت حقيقتها، كانت عود بقت سيف. فده ينبغي انه يفرض اهو، ده كده نستدركه على المؤلف. هو زي ما قلنا في اول الباب انه عمل كليات لمعجزاته صلى الله عليه وسلم، فاستخرج منها 10 انواع، ما ذكرش فيها قلب الحقائق، وذكر فيها ايه، صلاح ما كان فاسدا، شفاء العلل، وهكذا. انما دي في الحقيقه مش بس صلاح الفاسد، صلاح الفاسد انه كان السيف بتاعه انكسر يصلحه له، ادي ده صلاح الفاسد اهو، او حده اللي بيقطع منه يفل فيصير ايه، صارما. انما هنا ده اعطاه عود حطب، فانقلبت عينه من كونه عود حطب الى كونه سيفا صارما. يبقى ده نوع تاني مستدرك، ده كده مستدرك منه نوع اللي هو نعتبره 11، انقلاب حقائق الاشياء واعيانها. يعني صار من حقيقة كونه او عينه كونها حطبا الى ان تكون سيفا صارما. فده نوع نستدركه. ادي معنى القراءة، انك تستخرج الكل اللي فيها، ونبتدي نجمع بقى شواهده، نبتدي نجمع شواهد هذا النوع. ويبقى كده احنا استدركنا عليه نوعا 11، وهي طبعا قبل الاستدراك بنفس الطريقة اللي هو نحن نستقرأ وناخد الجزئيات ونطلع منها الى الكليات، نطلع منها كل اللي هي انقلاب حقائق الاشياء واعيانها، ببركته صلى الله عليه وسلم. الله يا سيدنا يا رسول الله. ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، و نكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بقية هذا النوع الثامن من معجزاته صلى الله عليه وسلم. بلغ المجلس 23 الجمعة، خمستاشر ربيع الأول 1440، 23 نوفمبر 2018. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا من مدده في الدنيا ولا في الآخرة، ولا من أنفاسه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الاقتداء به ظاهرا وباطنا، وارزقنا رؤيته وارزقنا رؤيته يقظة ومناما، وارزقنا السير الحسن على قدمه الشريفة، وارزقنا مراتب ورثته صلى الله عليه وسلم حتى نكون من ورثته الكاملين صلى الله عليه وسلم، وارزقنا تمام محبته صلى الله عليه وسلم، وارزقنا تمام الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وارزقنا تمام التعلق به صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره.